فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم وقع في الحديث ما يدل على هذه الأوصاف المذكورة، ففيه قول أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بها فقال: الحمد لله رب العالمين. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن الكريم، فإن أعظم الكتب الإلهية التي أنزلها الله على الأنبياء هو القرآن الكريم، وأعظم سور القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم الآيات التي تتركب منها السور هي آية الكرسي، وأعظم كلمات القرآن في الأظهر هي كلمة الله. فالقرآن أعظم الكتب، والفاتحة أعظم سوره، وآية الكرسي أعظم آياته، وكلمة الله وهي الاسم الأحسن له هي أعظم الكلمات الواردة في القرآن الكريم.